أعلنت الشرطة العراقية اليوم الجمعة استعادة حيي النبي شيت والعكيدات في مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، ورفع العلم العراقي فوق مبانيها. أقر قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط جنرال جوفوتيل الخميس بأن عملية نفذتها وحدة من القوات الخاصة الأمريكية ضد تنظيم القاعدة في اليمن في 29 من جانفي الماضي تسببت بمقتل 4 إلى 12 مدنياً. شن رجل عمره 36 عاماً متحدر من يوغوسلافيا السابقة ويعاني من اضطرابات عقلية هجوماً بالفأس مساء الخميس في محطة دوزلدورف للقطارات في غرب ألمانيا، مما أدى إلى جرح 7 أشخاص حسب ما أفادت به الشرطة المحلية الألمانية. أيدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الجمعة قرار توجيه الاتهام للرئيسة بارك جيون هي وعزلها من منصبها فيما يتعلق بفضيحة فساد شملت شركات كبرى وعصفت بالبلاد لعدة أشهر، وستصبح بارك أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطيا تجبر على ترك المنصب. أطلق مسلحان النار على أشخاص كانوا متواجدين في مقهى وسط مدينة بازل مساء الخميس، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة قبل أن يلوذا بالفرار حسب ما أعلنت عنه سلطات المدينة الواقعة في شمال غربي سويسرا.